الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. علق ابن رجب الحنبلي رحمه الله بعد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال رحمه الله: ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مرضيه ويتجنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله مؤمنا به، متبعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. انتهى كلامه رحمه الله. يا كرام، أعلم والله أن الأمر عظيم، وأن الفقر يؤدي إلى الكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر والكفر، وأن الناس تحارب في قوتها وأرزاقها، وأنها ما عادت تحتمل، وأن الفاسدين طغوا في البلاد فأكلوا المقدرات ونهبوا الخيرات، وأنهم لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة، ولا يخافون فيهم رب الأرض والسماوات. كلنا ذلك الرجل، بل إن أحدنا لا يبكي قهرا من ظروف الحياة الصعبة. أعلم والله قسوة الحياة، أعلم أن هناك من الناس من أصبح يطلب الموت ولا يجده، وأعلم والله أن هناك من الناس من لا يستطيع تأمين أدنى المتطلبات لأطفاله الذين هم أغلى من روحه. يا كرام، أنا واحد منكم، ولكن قولوا لي بربكم ما هو الحل؟ أين هو الدواء؟ من أصدق أصحاب الشعارات والهتافات؟ أم رب الأرض والبريات؟ هل تحب الله؟ وهل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت ممن يخضع لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمع وعي ما سأقول. وإن كنت من أصحاب الهوى، فقد قال ربك جل جلاله فيه: وما أرسلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. وقال ربك جل جلاله: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. قبل أيام قرأت في صلاة المغرب آيات استشعرت معناها يسري في شراييني حتى وصلت قلبي واستقرت فيه، وكأني أقرأها لأول مرة في حياتي: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل تظن أن الله يخلف وعده؟ هل تظن أن هذه الآية نزلت عبثا ولا داعي لها، وليس لها نصيب من العمل؟ من أصدق أنت أم أن الله أصدق؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ يا كرام، ربكم أصدق من الشعارات والهتافات. ربكم بذل لكم السبب ووعدكم بالنتيجة. والله ما سلط هؤلاء علينا إلا بذنوبنا وجرأتنا على الله. قل لي بربك، هل رأيت مظاهرة واحدة تحمل لافتة تقول فيها لا لشتم الله جل جلاله؟ يا كرام، الله يشتم بالليل والنهار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسب في الطرقات، والدين يشتم، وتريدون من الله أن يرفع عنا الغلاء والبلاء؟ المسألة ليست كما يظن البعض. ربكم يدلكم على الطريق فلا تحيدوا عنها، بذل لكم السبب ووعدكم بالنتيجة. الله جل جلاله لا يكذب أبدا. المسألة ليست كما يظن البعض فساد وغلاء ووباء وفقر واضطهاد. المسألة أكبر من ذلك بكثير. المسألة يا عباد الله هي ما كسبت أيدينا ليس إلا. نعم، لقد تجرأنا على الله. الزنا ملأ الطرقات، السرقة ملأت الطرقات، الكذب والافتراء والغيبة والنميمة والحقد والحسد. إياكم أن تذهبوا بعيدا وتلقوا اللوم هنا أو هناك. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم،
وقال جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يا كرام، دعونا نصحو من سباتنا، فقد طال وقته ولن يزيدنا سباتنا إلا بؤسا وشقاء. والله دعونا نفر إلى الله، فلا مفر منه إلا إليه سبحانه. والله إن الدمع لتفر من عيني لما أشعر أني لا أستطيع أن أؤمن لأولادي شيئا هم يحتاجونه. أنا واحد منكم وأشعر بما تشعرون أيها المشتكون من غلاء الأسعار، وأنا واحد منكم أيها الخائفون من قادم الأيام، وأنا واحد منكم أيها المتذمرون من واقع الحال. تدبروا حالكم مع ربكم وستعرفون عندها ما هو السبب في هذا الذل وهذا الهوان. قف موقف رجل مع نفسك واعترف: هل تعترف بتقصيرك مع ربك؟ هل تعترف بجرأتك على ربك؟ هل تعترف بأنك آكل للربا؟ هل تعترف بأنك تأكل لحوم الناس في جلسات السمر مع الأهل والأحباب؟ هل تعترف بأنك تنظر لعورات المسلمين من غير أن ترقب فيهم إلا ولا ذمة، وأن قلبك يرى المنكر ويتلذذ به ولا ينكره، وأنك تسمع الله يشتم ولا يتحرك شعر رأسك حتى غضبا لأجل الله؟ هل تعترف بأنك ما حاسبت نفسك يوما وتجهزت ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت؟ هل آلمك كلامي وزادك غضبا وحنقا علي؟ لا شك فالدواء بطبعه مر والحق كذلك. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. هذا والحمد لله رب العالمين.